الرواية تحكي عن الانسان وتجاربه الحياتية، خاصة تلك التجارب التي تترك ندوبا عميقة في جدار الروح. سارة رشيدي أهلا بك معنا في ضفاف اليوم. مرحبا أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة الجميلة. أهلا وسهلا بك. بداية ماذا بعد أن يزهر الأقحوان؟ بعد أن يزهر الأقحوان أن تزهر الحياة مجددا. آه نعم آه يعني هذا كان عنوان العنوان الرواية, الرواية حين يزهر الأقحوان وقصدت بها قيمة حياتية جميلة أن الأقحوان بحد ذاته هو آه هي زهرة آه رمزها أو مدلولها النفسي والاجتماعي مختلف بين الشعوب مثلاً في شعوب آسيا مثل اليابان يضعونها لل يضعونها في المآتم حين يتوفى عندهم الشخص ما يزينون قبره أو يزينون نعشه بزهرة الأقحوان، فترمز إلى نوع من التشاؤم، إلى نوع من الحزن. بينما عند شعوب أخرى مثل الشعوب الأوروبية، زهرة الأقحوان ترمز إلى الفرح، ترمز إلى السرور، إلى السعادة، إلى الأمل. فهنا أنا اخترت يعني بالضبط هذا العنوان. أعتقد أنه يمثل ازدواجيه ويمثل مدلول نفسي ما بين حياه الانسان، حياه الانسان بين المد والجزر، بين الحزن والسعاده، بين الامل التفاؤل، بين الاحباط، بين المشاغل، فاخترت هذا هذا العنوان انه حين يزهر الاقحوان، متى يزهر الاقحوان؟ الشخص نفسه هو الذي يقرر، متى يزهر الاقحوان حياته. <applause> نظرة فلسفية تفاؤلية جميلة حتى ان الاقحوان اسم حاضر في كل الثقافات هو ايضا زهرة المارغاريتا الحاضرة في فعلا. كل الثقافات آه شدتني هذه آه المقطوعه وهذا المقطع من الكتاب الحياة ليست فصلا واحدا وكله ربيع ولا البشر صنف واحد ودود ووديع لابد من المرور على الخريف الذي تبدأ فيه أقنعة بعض البشر بالتساقط كما تتساقط الأوراق الصفراء ثم المرور على الشتاء الذي يعلمنا كيف نداري أجسادنا من قسوته لنصل إلى الصيف فتصير قلوبنا قاحلة كالصحراء لا تنبت ولا تزهر لكننا بعد كل هذه التجارب والفصول لابد من الوصول إلى الربيع لنقطف الثمار اليانعة الناضجة لن نتحدث عن الفصول الأربعة ولكن عن فصول وثنايا هذا المتن لنغص في العمق فعلا. فعلا أنا بالنسبة لي أرى أن الحياة هي فعلا فصول أربعة هي تجارب تراكمات خبرات يمر عليها الإنسان في مختلف أطوار حياته منذ الطفولة إلى الشباب المراهقة إلى يعني الكهولة هي فصول أربعة الشتاء هو قاسي فرمست إلى فصل الشتاء بقسوة الحياة بخيبات الأمل التي نتعرض لها بالعقبات كذلك يريد الإنسان دائما النجاح لديه أهداف يريد تحقيقها ويريد بلوغها والوصول إليها لكن لأنها الحياة فهناك عقبات لأنها الحياة ليس دائما تجري الرياح بما تشتهي أسفا فهذه العقبات رمزت إليها بالشتاء فهناك أشخاص وأفراد فعلا يعني يقفون في المنتصف أو يصطدمون بهذه المشاغل أو أقول ربما يرجعون إلى الخلف فلا يتقدمون عندما تحصل لهم إحباطات ونحن ندري أن الإحباط النفسي أشد ألما من الألم الجسدي قد يسبب انتكاسات فعلا م. وقد يسبب اكتئاب لدى الشخص إن لم يكن لديه يعني هدف أسمى إن لم يكن لديه وعي إن لم يكن لديه إيمان فهنا الاحباط يسبب فعلا اسى ويجعل الانسان يفشل ويعود الى الخلف بينما ذلك الشخص الذي يتحدى الذي يتحدى مشاغل الحياه كلها وصعوباتها كلها فهنا انا رمست الى الفصول الاربعه بكينونه هذا الشخص كيف يص... كيف تتقلب هذه الانسان يجب ان يمر بهذه الفصول في حياته فعلا فعلا حتى يصل الى مبتغاه صحيح دائما في اي عمل ابداعي هناك... هناك ظروف ربما لكتابه هذا العمل ما هي الظروف او الفكره لكتابه هذه الروايه وايضا هل لديك طقوس خاصه في الكتابه؟ بالنسبه للظروف آه يعني استذكر الايه الكريمه عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ظروفي كانت جائحه كورونا. آه توقفنا عن العمل رب ضاره نافعه رب ضاره نافعه. آه في الحقيقه انا بدات الروايه من يعني من فتره طويله او سنين من آه ثلاث سنوات مضت او اربع سنوات لكن لم استطع اكمالها. بدات ربما فصل واحد مثل ما نقول بالجزائري باللهجه الجزائريه عصرت مخي لكن بلوك لكن توقف عندي. فصل واحد ولم استطع الاكمال ثم تركتها لمده سنه كامله. يعني ما حاولت فيها لانه لما كنت احاول كانت تطلع عندي افكار نوعا ما غير مقتنعه ربما تماما غير مقتنعه بها غير لا تناسبني فتركتها إلى أن جاءت جائحة كورونا وتعلمون ماذا حدث في أول سنة من جائحة كورونا توقفت يعني الحياة بنسبة صحيح. كبيرة كنا نشتغل فصرنا في البيت الأولاد صاروا في البيت كل شيء مغلق كانت اصابتني نوعا ما مثل الجميع حاله من الخوف، حاله من الاكتئاب، لا ندري ماذا تصيبنا، انا اقطن في الدوحه، اهلي مقيمين في الجزائر، لدي اهلي اخرين اخي مقيم في المانيا، فكنا خائفين كثيرا متوترين ماذا سيحدث، الناس تموت، لا نعرف ليس لدينا الكميات يعني كميه معلومات حول هذه الجائحه، لكني توقفت يعني فتره ما انه هذا التخوف لن يكون له الا اثر سلبي على الحياه ماذا يمكنني انا ان افعل لا شيء فتذكرت روايتي و... واستمريت فيها والحمد لله انتجت في نهايه الجائحه انتج هذا الكتاب الذي بين ايديكم الان يعني عندما استرجعت انفاسك الابداعيه فعلا ساره رشيدي على صهوه الكتابه انتِ لديكِ العديد من التواقيع الأسبوعية في العديد من العناوين الصحفية، نتحدث عن النفس الصحفي وأيضا الإبداعي، يعني بين الرواية والعمل الصحفي، كيف تجدين نفسكِ أو تقسمين جهدكِ، حتى لا أقول تقسمين نفسكِ؟ تمام، أه هي في الحقيقة متعتي أكثر ربما أقول في الرواية. <applause> لانها لا تلزمك. كانت الزميله قد سالت عن عن طقوس الكتابه، طقوس الكتابه في الحقيقه ليس لدي طقوس معينه انه لازم مثلا كافيه او بحر او شتاء او لا ادري، كل كاتب حسب الوحي ربما فصول اربعه تماما، اكثر شيء اكثر شيء بالنسبه لي طقوسي تكون في الليل، لماذا؟ لدي اطفال فطول اليوم مشغله بهم، لدي عمل، مسؤوليات زوجيه، مسؤوليات تجاه الاسره، ارتباط عمل فطول اليوم منشغلة بهم يعني أحيانا تهجم علي الأفكار فعلا لكن ليس لدي أي وقت لأتفرغ للكتابة كما قلت أنه لدي أطفال وصغار يعني هم ثلاثة ما شاء الله وصغار يحتاجون رعاية يحتاجون انتباه فطقوسي فعلا تكون ليليه بعد ما انيمهم بعد ما يناموا الاطفال فيبدا يشتغل الوحي ولا الافكار فهنا فعلا استغل الوقت جميل كتبتي ايضا قصص قصيره وتوجتي في العديد من المحطات، ما هو الفرق بين كتابه القصص والروايه بالنسبه لك؟ هي في فرق يعني كبير بين الروايه وبين القصه، بالنسبه لي اجد نفسي اكثر في في الروايه، الروايه تحتاج نفس طويل، تحتاج تفاصيل، تحتاج شخصيات عميقه الرواية فيها محطات زمنية تنقلك مثلا ممكن مثلا هنا بطلة الرواية كانت بدأتها وهي في سن السابعة ختمتها وهي في سن الشباب بينما القصة لديها عدد كلمات محددة لا يجب أن يتجاوزها حتى الكاتب حتى لا تكون مملة عشت مع الشخصية يعني منذ الصغر فعلاً لازم لازم حتى ننقل لكم مع هذه الشخصية وسنأتي إليها إن شاء الله بينما القصة نفسها قصير شخصياتها لا تكون متفرعة كثيرا وإن كانت متفرعة فإن الفترة الزمنية تكون موحدة يعني سنة سنتين بالكثير لا يمكن أن آخذ الشخصية في القصة القصيرة مثلا مثل الرواية من السابعة إلى العشرين لا. لأنها تحتاج إلى الكثير من السرد ما هي مراحل حياتها كيف كانت تحتاج إلى سرد طويل بالنسبة لي أجد صعوبة فعلا في كتابة القصة بينما لدي نفس طويل ونفس يعني رائع في كتابة الرواية لأني أحب ذكر التفاصيل يعني مولع بذكر التفاصيل وأجد فيها متعة القصة كما ذكرت ومع ذلك الحمد لله توجت شاركت في مسابقة الملتقى القطري للمؤلفين في مسابقة القصة القصيرة وتوجت بالفوز مرتبة ثانية كذلك مسابقة أخرى ملتقى الحضارات في ألمانيا وتوجت فيها بالقصة القصيرة لم أكن أدري أني سأتوج في القصة القصيرة لأنه كما أخبرتكم نفسي أطول في الرواية نفسك أطول وباعك أطول ما شاء الله، جميل. نبقى في ألمانيا طالما تحدثت عن ألمانيا أنت تكتبين في مجلة ألمانية جميل. لكن السؤال الذي يراودنا نحن في برنامج ضفاف كيف يكتب المثقف العربي أو الإعلامي العربي للعرب في المجلات العالمية؟ هل ثمة خصوصية تراعينها وأنت تكتبين إلى هذا الجمهور يجب أن تكون هناك خصوصية ما هي هذه الخصوصيه؟ تماما المجتمع العربي او او المقيمين في المقيمين العرب في المجتمعات الاوروبيه يجب عليهم ان يتاقلموا مع ذلك المجتمع مع ثقافته حتى يتمكنوا من التعايش. هناك في مجله المانيه كرئيس تحريرها عربي عراقي شخص عربي تماما اقترح علي انه بعد فوزي في المسابقه، مسابقه القصه القصيره سمع بي فاقترح علي انه انه اكتب معاهم عن انشغالات المجتمع العربي عن افكاره، حاب تكون هناك نوع من التعايش، نوع من الالفه، طبعا انا اكتب بالعربي وهم يقومون بترجمتها الى اللغه الالمانيه في ركن مخصص للعرب المقيمين هناك. وحتى الألمان وحتى الجنسيات الناطقين باللغة العربية تماما لا هي تترجم أنا توترجم فيما بعد ما. تماما فحتى الـ يعني المواطنين الأصليين أو الأوروبيين الراغبين في معرفة هذا هو كان هدفها كان الهدف أن يتعرفوا على الثقافة العربية بالنسبة للثقافة العربية كيف مخصوصيتها بالضبط في سؤالك هناك امور لا يجب على مثلا الصحفي ان يسلط عليها الضوء مثلا كالديانات حتى لا يحس هذا هذا المواطن وهذا المقيم بفرق شاسع صحيح. انا كمقيمه انا كمواطنه مثلا كمواطنه جزائريه عربيه مسلمه اقيم في بلد اجنبي له ثقافته له ديانته ينبغي عليه احترام هذه الثقافه والديانه وسياسه الدوله نفس الشيء بالنسبة للبلد المستضيف هو يوفر لي الاحترام يوفر لي العيش بكرامة فلا نمس هذه الخصوصيات في كنف الحقوق والحرية تماما فلا نم... مثلا مقالاتي هناك لا أمس هذه الخصوصيات أنا أعرف مالي والجانب الآخر يعرف ما عليه صحيح سارة يعني نحن ننتظر أيضا ربما الرواية المقبلة ولكن لا نريد أن ننتظر جائحة أخرى لنرى الرواية الجديدة إن شاء الله ننتظر مباشرة فصل الربيع إن شاء الله تمام <applause> حين <applause> شكرا يظهر لك سارة الرشيدي شكرا لك على قبول دعوة برنامج ضفاف شكرا جزيلا لك مرة أخرى متواصلون معكم في برنامج ضفاف